بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في الإنسكتة، الحاجات اللي عندها 6 رجول وبعضهم عندهم أجنحة وبعضهم لا. هنقول بقى السايفنوبترا. السايفنوبترا دي يعني اللي من غير جناح، يعني هي إنسكتة لكن ما عندهاش جناح، اللي هي البراغيث. برغوث الظريف الجميل عنده 6 رجول، رجله مفصليات up to 6 مفصل في الرجل الخلفية. جسمه is differentiated into head, thorax, abdomen، يعني في كل حاجة. وبعدين بقى راسه بقى هي اللي بيبقى فيها الاختلافات اللي هنفرق بينها الأشكال. تعالوا نشوف، هذا أول واحد اهو، ده اسمه ستينوكيفاليدس. أنا بس عايز أعمل سكرين فول سكرين. قول لي كده يا محمود، لما أنا بشغل في ريكورد بيطلع الصوت ده بيطلع عندكم أنتوا ولا لأ؟ هو تمام شغال كل لا لا استنى، أنا هشغل وفي صوت هيطلع عندي، انا ما اعرفش هيطلع عندك ولا لا. يعني خد 10 عدات كده وقول لي في صوت ولا لا. تمام. ما فيش اي صوت ده. ما فيش؟ لا لا. ما فيش صوت؟ يا محمود. ايوه يا دكتور ما فيش صوت. هو انا سامع حضرتك بس ما فيش صوت بيظهر من انا السلايد. قفلت الصوت، حد سامع حاجه كده دلوقتي؟ بصوا كده في صوت كده. راح فين؟ كده في صوت؟ لا برضه يا دكتور ما فيش صوت. بس انت شايفني وانا بشغل البتاع صح؟ شايف تمام. طيب خلاص تعال نقول بقى. بس انا كل ما اعمل فول سكرين الصوت يعمل كده، فانا عايز اوقفه علشان اعمل فول سكرين. مش انا لما بعمل فول سكرين عندك بتبان فول سكرين برضو؟ بتبان بس ما فيش صوت بيشتغل عندي حتى. بس الصوت ما بيشتغلش. امم. طيب استنى بقى، انا عايز اقفل الصوت بتاع ده كده. الصوت تمام عندكم شغال؟ تمام. لا كده في صوت ليه يا صح؟ صوت حضرتك باين كده كده. انما لما بعمله كده لا مفيش. حضرتك قصدك على صوت السلايدز؟ اصلا كل ما اعمل فول سكرين السلايد الصوت هيشتغل وانا عايز اوقفه. لا لا هو كده كده مش شغال، كده كده مش يعني شغال عندي. طيب ماشي، بس انا برضو لازم يتقفل من عندي برضو هنا. طيب ما علينا، هي الصورة كده واضحة قدامكم يعني، نكبرها شوية وخلاص كده اهو. طيب الستينو كيفاليدس ده اللي هو كده، نشوف يمكن نقفل الأصوات. أيوة حلوة أوي. الستينو كيفاليدس ده واحد من البراغيت اسمه دوك فلي. طبعا ليه ميديكال امبورتنس في النظري بقى، ذاكروا انتوا شوفوا ايه الامراض اللي بينقلها من الحيوان للانسان، وبينقل الديدان وبينقل حاجات كتير. انت هيجي لك كده في الامتحان هتبقى انت عايز تعرف الكلمه الكبيره دي هو ده ولا لا. بص يا عم، البتاع ده عنده في اسمه 2 حرف سي، ستينو كيفاليدس. السي دي هي الكومب، الكومب ده اللي هو المشط الموجود واحد ورا وواحد قدام زي شنب وشعر من ورا يعني. فاذا انت شفته ولقيت عنده جينال وبرونوتال كومب اللي هو المشط، يبقى ده البرغوث اللي فيه 2 حرف سي. تمام كده، ستينو كيفاليدس فلي. قولوا في الامتحان ستينو كيفاليدس واعرف بقى في النظري هو بينقل ايه وبيعمل ايه. بعدين عندك بقى التاني
اللي اسمه زينوبسيلا. زينوبسيلا كل ما اشغل هيشتغل لي بقى الصوت ده ولا ايه؟ زينوبسيلا ده ما عندهوش بقى مشته قدام ومشته من ورا، يعني اذا كنا هنفرق بينهم كده، ده اللي هو ايه ستينوكافاليس، عنده واحد قدام وواحد ورا. وبعدين عندك وهو ده نفس الكلام اهو، واحد قدام وواحد ورا اهو. طيب بعدين ده الزينوبسيل ما عندوش بقى، ما عندوش الكومب، عنده حاجات تانية اللي هي مكتوبة قدامك هنا اهو، one ray row of post occipital hair، عنده صف واحد من الشعيرات هنا، عكس التاني بقى عنده زي المشط. وانت بقى راجل راي هتبص على عين البرغوت وتشوف قدامه شعره، ماشي يا عم الحاج. انت بس اهم حاجه اما تركز هتلاقي ما عندهوش الكومب قدام ورا، تبدا تشوف ده زينوبسيلا ولا غيره. زينوبسيلا هتلاقي عنده صف من الشعيرات موجوده هنا في القفا، ده ولا نفس. انا صوتي كده طالع يا محمود سامعني؟ صوت حضرتك واضح يا دكتور. انا بقفل صوت الكمبيوتر، مع مش هتبقى سامعني انت. طيب لا سامع حضرتك. لا بص انا بقفل، انا كده قافل الصوت. ايوه سامع حضرتك والله. انا اللي مش هبقى سامعك بس انت سامعني. ايوه ما انا هضطر اسيبه شغال، انا كل ما اقلب سلايد يجي الصوت اللي متسجل قبل كده. ماشي. طب بص انا هعمل كده، هقفل الصوت وهشرح ولما اخلص ابقى افتحه. تمام انتوا سامعيني لحد دلوقتي؟ تمام. خلاص ماشي. يبقى الزينوبسيلا اهو عنده ايه صف الشعيرات اللي موجود هنا او موجود هنا، اعتبره زي ما تعتبره، المهم انه ما عندوش المشط من قدام وورا. تاني واحد بقى البيوليكس ايريتنس، ده البرغوت الاليف بتاعنا الطيب بتاع البيت، ما عندوش كومب من قدام ولا كومب من ورا ولا عنده شعر في جسمه تقريبا. خلاص يبقى ده البيوليكس. هنا بيقول لك عنده شعرايه واحده في قفاه، انا اشوف الشعرايه دي فين بقى يا عم؟ بيقول لك شعرايه واحده تحت عينه. ماشي ده يا عم ما عندوش لا شعر لا قدام ولا ورا ولا في اي حته، هو ده ما فيش في قفاه ولا في راسه اي شعيرات. يبقى علشان بس انا عارف البلاغيت دي بتحير، انا عارف، يبقى انت عندك ده عنده شنب ومشط في قفاه اهو واضح قد كده، وتاني واحد عنده صف شعر في ظهره، ده اللي هو الزينوبسيلا ده اللي بينقل الطاعون، وعندك ده ما عندوش شعر خالص. خلصت بقى قصه البلاغيت دي، علشان هي قصه اصلا غريبه. تاني حاجه الحاجات اللي عندها نص جناح، انسكتا برضو بس نص جناح، اللي هم السايمكس والترياتون. السايمكس ده اللي هو اسمه بيت بج، بيت بج ده اللي هو الاكلان احنا بنسميه كده في مصر، او حشرة السراير. المهم ان دي من الكائنات اللي تكاد تكون ما بتنقلش امراض، ولو قرصتك تعمل لك شوية هرش بسيط وارد تنقل لك فيروس مثلا ولا حاجة، إنما هي أنت أول ما تشوف البتاع اللي شكل جرة العسل دي تبقى عارف إن أنت بتتكلم سايمكس. اعرف عنه اللي تعرفه، مهم في العملي لما تشوف ده سايمكس، أو أنت هتعرفها منين؟ من البتاع اللي شكل العسل. البيض بتاع السايمكس شكل البتنجان الأبيض بيركوليت ليه فتحه من فوق. ماشي. طيب في حاجه تانيه من عيله السايمكس مشهوره برضو، يعني السايمكس ده من عيله الهيمبترا. هيمبترا او هيمبترا يعني نص جناح، عندها نص جناح، يبقى السايمكس ده اهو، وكمان الترياتوما بتاعت امريكان تريبانوسوما، فاكر انتوا خدتوها ولا لا في النظري؟ بس الحشره دي بتعمل فيسز على الجرح ويكون فيها الانفكتيف ستيج،
لو جت في عين شخص تعمل له يونيلاترال شاجوما نسميها رومانا ساين، يبقى ده المرض ده زي ما هو مكتوب بالترتيب الاجابات امريكان تريبانوسومايسيس اللي بينقله الترياتوما. واعرف برضه السايكلوبروباجيتيف ترانسميشن والدايجنوستيك ستيت از تريبوماستيجود مونومورفيك تريبوماستيجود للاحقيه اسمه مونومورفيك. يبقى دي ثاني واحده من العيله بتاعه الهيموبتي وليها مرض كبير اسمه امريكان تريبانوسومايسيس. لسه انت في الانسكتا، انا قلت بقى البراغيث الامل المره اللي فاتت دول قلناهم في السكشن اللي فات. الريتيكولوس بشكل الكابوريا body is differentiated into head, thorax, abdomen وده البيديكولوس اللي هو الأملة أخو كمان. وعندك أملايا بتيجي في البيوبيك أريا، دي بقى body is not differentiated ما تعرفش تقسم الثوركس من الأبدومن وأول إيد عندها بتبقى ضعيفة أوي عكس الثاني اللي بيبقى الإيد الأولانية قوية، ده اسمه thyrus pubis وبيجي في البيوبيك أريا. ده البيض بتاع اللايس، وما تنساش البيض بتاع اللايس شكل البيض بتاع السايمت بس ده موجود على شعرايا تاني من غير شعرايا. طبعا الامل بيجي في الشعر بس خلاص، يبقى بيديكولوس هيومنس كابيتس، كابيتس يعني بيجي في الراس. والستيجز اللي هتلاقيها في البتاع ده هي الايجز والنيم في الادلت، وعندك شعرايا وعليها البيض. وده الكروبوريس، وكروبوريس يعني جسدي وكابيتس يعني رأسي. كروبوريس ده اللي في الجسد هيجيب لك شراب وعليه شوية براغي خلاص على خير الله. عندك شوية شعر وهو كاتب لك كيوبيك هير وجايب لك رموش وبيقول لك بليفرايتس، هتقول له ان ده الثيروس بيوبس. ماشي الثيروس بيوبس مع الديموديكس الاثنين بيعملوا بليفرايتس، ديموديكس معاك برضو هنقولها بقى دلوقتي. بصوا بقى احنا دلوقتي في الاراكنيدا اللي عندهم تمن ماشي اللي عندهم تمن رجول، هم دول التكس كلهم من عيلة العناكب. التكس اللي هي اسمها اكسوديديا، والمايتس اللي هي ساركوبتس ترومبيكولا ديموديكس، والسكوربيون اخر واحد، دول كلهم من عيلة العناكب. تعالى نتكلم هارد تيك. التيك ده بينقل امراض كتير من الحيوانات لبعضها، طبعا ينقل الانسان. اكيد بقى الناس اللي بتربي كلاب عارفاه، لازم بيبقوا عارفينه عشان بياخدوا تطعيمات وادويه وحاجات ضده علشان ما يحصلش منه مشاكل الكلاب. ده بقى عنده هيد حلوه جميله ثوركس، ما تعرفش تفرقه من الابدومن، هم الاثنين لازقين على بعض. وعنده 8 رجول، بس اهم حاجه الشرشره اللي انت شايفها تحت دي اسمها فيستونز، هي موجوده هنا اهي posterior end festooned يعني مشرشر خلاص. وعليه سكيوتم من بره، عليه طبقه، ما هو اسمه هارد. هارد ليه؟ عشان ناشف، عليه طبقه زي بتاعه النينجا تيرتلز دي تحميه من بره. وزي ما مكتوب اهو البادي عنده كفاله ثوركس اند ابدومن فيوز توجذر، يعني مش هتعرف تفرق. اهم حاجه الفستونز اللي تحت، الشراشير اللي تحت، يبقى ده الهارد تيك ادلت. وادلت موجود عندك في الصوره هنا كمان الصغنونه، ده هو ده نفس الكلام. اللارفا بتاعته بقى عندها 6 رجول، صحيح عندها نفس الشراشر اللي موجوده هنا دي الفستونز، انما عنده 6 رجول، وده الفرق بين الادلت واللارفا. وعندها سكيوتم اللي هي الطبقة بتاع الخارجية اللي بتحميها وكل الكلام ده. ماشي السوفت ده بما انه سوفت هيبقى ما عندوش سكيوتم، عندوش طبقة خارجية تحميه، دي اول حاجة. ثانيا الراس ما تشوفهاش، بتبقى موجودة في البوستير اند سب تيرمينال عند على الارض كده ناحية الارض، cannot be seen from dorsal surface، انت مش هتشوف. هي بصراحة عاملة زي بيضة الفرخة اللي لونها أحمر اللي احنا بناكلها دي وطالع لها رجول، يبقى اللي انت شايفه ده is a soft tick، يبقى أظن الهارد هارد يابا باين عليه ناشف اهو غامق اهو وراس طالعة وبتاع، والسوفت مش باين عليه الكلام ده.
السوفتك لارفا غير انها واحده يعني الصوره اللي بتيجي في الامتحان حد كل الصور دي هي بتاعتها، انما دي مش في ستون ده من تحت وبرضو ما تشوف لهاش راس. خلاص يبقى دي سوفت تيك لاربا، وديك انت شفت دي الهارد تيك لاربا عندها راس واضحة وباينة اهي ومشرشرة من تحت زي الفل. عايز اتأكد بس عشان ما يبقاش كل ده هباء ان كل ده صوتي طالع. اه يا دكتور صوت حضرتك واضح. الله يخليك يا محمي. ماشي يبقى احنا كده هنا خلاص كده خلص الهارد تيك والسوفت تيك بالامراض اللي بينقلوهم. طبعا امراض مهمه جدا يا جدعان، فيرال بكتيريال وزول وكل دول لازم يتعرفوا، تعرف اسم المرض واسم الانفكتيف ستيج او اسم البكتيريا او اسم الفيروس او اسم البتاع، وتعرف المود اوف انفكشن بتاعه دخل جوه جسم ازاي، تعرف حته من الكلينيكال بيكتشر بتاعت كل مرض من الامراض. هيدي نصيحتي ليكوا للنظري بتاع الحاجات دي. بعدين ده اللي هو بتاع الجرب برضو ابدومين مع ثوركس فيوزد. دايما كلمه ابدومين فيوزد ابدومين وثوركس فيوزد توجذر والكلام ده دي بتبقى موجوده في الحاجات بتاعت المايتس والحاجات دي، بتلاقي البادي از نوت ديفرينشيتد انتو هيد وثوركس وابدومين، لا تحس انها كوره وطالع لها. طيب ماشي اللي انت شايفه ده هو الجرب، لها 8 رجول، العيله دي كلها اراكنيده 8 رجول، الاربعه الاولانيين دول حفارات، هم دول بقى الجرب بيعمل ايه؟ بيحفر قنوات في الجلد ويعمل قنوات تحت الجلد وانت تهرش بقى وعيش حياتك خلاص. فدي ساركوبتس كابياي دي اللي هي اللي بتعمل الجرب، والكيس بتاعتها هتبقى موجوده ورا كمان شويه اكيد يعني. واخر حاجه اللي هو في عيله العناكب اللي هو السكوربيون. أهلا لو جاب لك صورة زي ده أنت مش هتعرف أنه عقرب، ومحدش هيسألك على حاجة فيه يا عم، أرصته والقبر وبيموت وخلاص، عشان نتكلم كتير بقى في الكلام ده، يبقى ده العقرب. آخر أسرة من الأسر بتاعت الحشرات اللي عندكم اللي هم برغوث المية، بس من القشريات، ده بيبقى عنده 5 رجول أو أكثر. وبرضو البادي is fused فالوثورax تعرف انهم كده لازق في بعض يعني. شكل الكمثرة كله على بعضه، ومهم عنده 5 رجول او اكتر. المهم انت ما تشوف الشنب، شكل الشنب او شكل الشنب بتاع عزة العلايلي وكمال ابو غية ومش عارف، تشوف الشنب ده يابا يبقى ده السايكلوبس. بس يبقى دي كانت الحاجات اللي عندكو النهاردة جديدة. تاني نأكد البراغيث وقلنا هنفرق بينهم ازاي، انتوا تراجعوا، والسايمكس والترياتوما وبعدين الهارد تيك وهتعرفوا من الشرشرة اللي تحت، الاربع بتاعته صغيرة وست رجول، وهكذا السوفت تيك ما عندهوش شرشرة من تحت، الاربع بتاعته من غير راسة هي ومن غير شرشرة، والساركوبتس كابلاي مايت. في بقى بقية الإخوات بتوع الساركوبتس كابياي اللي هم الترومبيكولا والديموديكس، الديموديكس ليه كيس ورا بس الترومبيكولا مش معانا يعني، وده اللي هو السكوربيو، ده اللي هو الشنبات اللي قلتلكوا عليه. يبقى بقى ايه، خلاص احنا كده هنراجع بقى آخر حاجة عندكم اللي هو انك تجيلك الكيس دي وتقول له دي الاسكارس، عرفت منين يا عم انها اسكارس؟ انا شايف هو ان هي عامله زي سلك الكهرباء وتابرنج انز نهايتها مدببه، يبقى ان سيجمنتد وذ تابرنج انز، كفايه عليك كده. نفس الكلام على دي، ايا كان بقى تجيلك اي صوره كلهم تبع الاسكارس تقول له ان سيجمنتد وذ تابرنج انز،
السيستود سيجمنتد وهيرمافرودايت، كل جزء من الاجزاء اللي انت شايفها دي يحمل الذكر والانثى هكذا، ده سيجمنت من السيجمنت. التريماتود شكل ورقه الشجر، اظن كل واحده ليها نيك نيم او وصف بنخلص بيه على طول، يبقى دي ليف لايك وهيرمافرودايت بس خلاص. يبقى انت كده قلت الكاركترز الواضحه والصريحه اللي انت شايفها. الاميبا يونيسيلولر، انا شايف انها خليه واحده اهي، وكمان قول ان عندها سودوبودي اقدام كاذبه لان انا مش شايف لها اقدام. سيليات اسمها يغطى بالسيليا حتى لو انت مش شايفه هنا، و يونيسيلولر برضه قول يونيسيلولر دي نقطه. الفلاجيليت هكذا يونيسيلولر فيها فلاجيلا، فلاجيلي في الجسم. الفيسرا الليشمانايسس يجي لك واحد بطنه متعلم عليها اهو، تقول له والله ده عنده تضخم في الكبد والطحال، ايه المرض ده يعني؟ فيسرا الليشمانايسس في ميل ساند فلاي اللي بتنقل، وطريقه البروباجيشن والانفكتيف ستيج والدياجنوستيك ستيج. خلاص ده كيوتينيوس ليشماني، واللي عندنا دي مخصوص هي الاورينتال سور بتاعه الليشمانيا تروبيكا. اعرف الحته دي يقول لك what is this، ده تقول له ده cutaneous leishmania، يقول لك what is the parasite، الباراسايت نفسه هو leishmania tropica. what is the causative organism اسمه leishmania tropica، ده اللي بيصيب بالمرض. وليها اسامي اخرى اليبو ألسر وبغداد ودلهي والكلام ده، ويعرف الانفكتيف والدياجنوستيك بتاعه. برضو ساند فلاي بتعمل 3-day fever by female ساند فلاي، فيها eruptions وبتاع. الكيس حتى مكتوب فيها يعني، الكيس مكتوب فيها papatasi fever virus، ما فيهاش كلام. loses صحيح انها intra erythrocytic بس اللاي تبقى بكتيريا اللي بينقلها female ساند فلاي، و the new world اسمها اللوزوميا لازم تعرفوها، هي الوحيدة اللي مكتوبة عنده اللوزوميا، هي الوحيدة بتنقل بارتونيليوسيس، بقية الحاجات بنقول عليها فيميل ساند فلاي وخلاص أو فليبوتوف. وده زي ما هو مكتوب هنا انترا إريثروسيتيك بس اللاي عشان يفرقها عن الملاريا. بعدين الأيديز تعمل فيرال هيموراجيك فيفر اسمه الدينج فيفر، عنده راش وعنده عينه بتنزل دم وعنده مناخيره بتنزل دم، وممكن يحصل تشوهات جنينية إذا كان الفيروس اسمه زيكا فيروس، يبقى عندك دينج فيفر نزيف، نزيف اهو ده الدينج فيفر، وعندك الزيكا فيروس تشوه جينيتال مايكروكيفل باي فيميل أييدس ما أييدس ألبوبيتكس. ايش بعدين عندك الايديستين برضو يلو فيفر، برضو فيرال هيموراجيك فيفر لكن بيعمل جوندس شديد. خلاص خلصت الحاجات بتاعت الايديس. تيجي عندك الملاريا ويجيب لك انترا اريثروسيتيك رينج، في رينجات جوه اهي، حتى هنا هيقول لك انترا اريثروسيتيك رينج، ممكن يقول لك انترا اريثروسيتيك باراسايت. اول ما يقول باراسايت انت عرفت انه بيتكلم باراسايتولوجي مش مايكروبيولوجي. لو قال بكتيريا ولا بسيلاي يبقى بارتونيلوزيس، قال انترا اريثروسيتيك رينج يبقى ملاريا. خلاص يبقى باي فيميل انوفيلس سايكلو بروباجيتد برضو ترانسميشن فيكتيف ستيج بروزويد، والانترا اريثروسيتيك رينجز او باراسايت او حتى ميروزويد كله شغال. والكيوليكس بتنقل مرض الفيل، الراجل بتاع الوشراريا بانكروفتي او عنده إليفانتايست تنقله الكيوليكس، واعرف انه سايكلو ديفلوبمنتال والانفكتيف ستيج فلاري فور لاربا، والدياجنوستيك ستيج اسمها مايكرو فلاريا. هذا الكلام ده بقى في النظر يعني مش مرتين، نفس الكلام هي بس دي كيس بقى بيقول لك خدنا نايت بلاد فيلم نطلع المايكروفيلاريا اللي قلت عليها. وبعدين
عندك الكريسوب بينقل اللوايسز هي اي ورم يجي الكيس كده وعين واحد وفيها دوده يبقى اللوايسز ده اسم المرض باي ذا لو اللو ورم واللي بينقله الكريسوب ذبابه الكريسوب. الدايجنوستيك ستيج مايكروفيلاريا تجيبها من الدم بالنهار داي بلاد فيلم يورنال بلاد فيلم هي من الحاجات السايكومنتال. خدوا بالكم الوشراريا بانكروفتي بالكيوليكس واللوا لوا بالكريسوب والأوكوسير بالسيميوليوم ثلاثة دول سايكلوديفلوبمنتال. وهقول لك هم أصلا إخوات ثلاثة من عيلة اسمها فيلاريا فيكتور ترانسميتد نيماتودز ديدان بتتنقل عن طريق الحشرات فالثلاثة مع بعض سايكلوديفلوبمنتال عشان ما تتلخبطوش مين اللي بروباجيتيف ومين ديفلوبمنتال وبتاع. اعرف ان الثلاثه الاخوه دول مع بعض فدي عندك هي اي ورم اهي ودي اللي عامله كلاكيع في الجسم وممكن تعمل عمى برضه ممكن تعمل ريفر بلايندنس. انا ممكن احط لك صوره جنبها الراجل اللي عينه معميه ده انتوا شفتوها قبل كده مش عارف هي هنا مش موجوده بس هي انتوا عارفين انه ممكن تعمل ريفر بلايندنس. يبقى دي سكين نوديول اسم الدوده اونكوسيركا فولفلوس بتعمل الكلكيعة دي هتلاقي فيها أدلت وتلاقي فيها مايكرو فيلاريا وتبقى عارف انه سايكل ديفلوبمنتال برضه. ودي الكيس بتاعت الجرب بقى قلت لكم الجرب اللي هو الساركوبتس كابياي اللي عنده أربع أيادي حفارات من فوق ممكن يعمل جرب وهو ده بيبقى انتر ديجيتال بين الصوابع الفليكسورز الحتة اللي دايما فيها الجلد بيقفل على بعضه والليل مجمع الويل دايما الهرش والحاجات دي يزيد بالليل مع الدفى. يبقى سكيبيز ده اسم الكونديشن ساركوبتس كابياي ده اسم الحشره. والدايجنوستيك ستيج اللي ممكن اجيبها بقى من الواوا دي نفسها اجيب بقى الساركوبتس نفسها الفيميل لان الميل بيبقى على السيرفيس اوف ذا سكين ما تشوفوهوش بيموت انما الفيميل هي اللي هتبقى جوه القنوات فيميل وادلت ادلت فيميل ونيمف ولارفا وايجز تلاقي كل المراحل شوفوها برضو في النظري دي تبقوا عارفين ايه الستيجز اللي هجيبها من هنا. والديمودكس اللي هو من عيلة الاركنيدا برضو اللي عنده 8 رجول سيجار شيب المحاضرات اكيد انتوا عرفتوا شكله. المهم اعرف بس ان الديمودكس ده هو اللي بيعمل زي حب شباب اكني لايك ليجنا وبيعمل التهاب في الايليدز في الشعيرات بتاعه الايليدز في الجفون الاي لاشز اسمه بليفرايتس. يبقى ديموديكوزس ده اسم الكونديشن ممكن كمان اسم البارازايت ديموديكس فوليجرون وممكن كمان يعمل بليفرايتس اللي هو في الرموش ده اسمه بليفرايتس. المايزيس اللي هو التدويد اللي هو وجود يرقات الذباب في جسد الإنسان بالعربي وبالبلدي يرقات الذباب تخش جسمك بأي طريقة ده كلام يتذكر النظري. المهم أنا هجيب لك الكيس هيشاور لك على العين منفوخة وهيطلع لك سهم ويقول لك أنا لقيت الدودة دي ويجيب لك شكل في فتحات التنفس اللي موجودة في البوستيرور إند بتاعت الدودة اسمها بوستيرور سبيركلز وهي بشكل معين والشكل بتاعها ده بتاع والفارشة والساركوفيجا ساركوفيجا والفارشة الاثنين اسمهم فليش فلايز والاثنين البوستيرور سبيركلز بتاعهم rounded with incomplete pretrim الحواف بتاعته مفتوحة. ماشي خلاص يبقى ocular myasis دي الفليش فلايز posterior spiracles مفتوحه with open pretrim دي اللي هي اللارفا انا استدليت عليها بالموضوع بتاع open pretrim. ودي الترياتوما اللي اهم شويه بس تلم الكيس مع بعض. ودي الافريكان تريبانوسوما بتاعه الجلوساينا في الدبانه اسمها جلوساينا عندها بسبوز نيد اللايت قلناها برضو قبل كده تنقل لك مرض النوم. أول ساين في مرض النوم ده والكيعة تبان في الأفا
بخليك فاكر ان الافا افريكان كده، عشان بس اتاكد ان انتوا بقى ايه سامعيني عشان قربنا نوصل. طيب يبقى الافا افريكان، افتكر اول ما اجيب لك الصوره دي وفي الكلاكيع دي اسمها وينتر بوتوم ساين، دي في مرض اسمه افريكان تريبانوسوم. ايه اللي بينقله؟ دبانه اسمها جلوساين. ايه نوع الترانسميشن؟ سايكلو بروباجيتيف. انتيرور ستيشن يعني بتقرص، بوستيرور ستيشن يعني تعمل فيسز، الحشره هي اللي بتنقل المرض بالفيسز، يبقى اسمه بوستيرور ستيشن. لو بتقرصك وتنقله لك دم اسمه انتيرور ستيشن، اي حشره مش دي وبس. والدايجنوستيك ستيج تريبو ماستيجوت. يبقى ده الامريكان اهو يا ولاد، ودي اول ساين فيه اسمها رومانوس ساين، وبعدين وده الافريكان في الاف، غلبان دايما في افاه الافريكان ده. وبعدين عندك البيديكولوس كابيتس في الراس قلناها من شويه، بروبورس في الجسم، ودي اللي هي الجزئيه بتاعت البيديكولوسس. والبليفرايتس ده يا جماعه برضو عشان تبقوا عارفين مشترك ما بين الديموديكس والثايروس، يعني موجود في الاثنين البليفرايتس ده. بس كده يبقى خلصنا كل حاجه، ورجعت لكم على الكيسز اللي خدتوها واللي ما خدتوهاش برضو، والفولدر عندكم اهو بالصوت والصوره. حد عايز يسال في حاجه في الحاجات دي؟ معلش يا دكتور كان عندي سؤال، قول. هو ايه الفرق بين الافريكان تريبانوسوما والامريكان تريبانوسوما؟ حلو، كل واحده ماشيه في سكه بقى في المرض ده، دي كل واحده قصه طويله. بس هقول لك حاجه في عجاله، يعني الامريكان تريبانوسوما بتيجي لما الحشره دي تعمل فيسز على جرح هي اللي عاملاه او جرح موجود، واذا صادف الجرح ده وكان حوالين الوش او في العين، عشان كده هم بيسموها كيسنج باج، عشان بتيجي تبوسك في وشك. فلما تيجي وتعمل الفيسز بتاعها ودخل جوه عين الواد ده، يعمل لك بقى الانتفاخ ده اللي اسمه رومانس ساين. طيب بعد كده المرض بقى بيمشي ان الباراسايت بيخش الجسم وبينتشر للاعضاء ويعمل تضخمات في القلب والليمف نودز وحاجات زي كده. ده كان الامريكان. المفروض انتوا هتدرسوا الكلام ده، انا مش عارف درستوه ولا لسه هتدرسوه في النظري، بس اهو هو ده معاكم. الافريكان تايب بقى الناموس، الدبانه اسمها جلوساين هتقرصك، وبعدين يحصل بقى انلارجمنت في الليمف نودز بتاعت الجسم كله بما فيها في الافا، اول واحده بتتنفخ اللي هي البوستيرور سيرفايكال ليمف نودز، وبعد كده كل الليمف نودز بقى وهيباتوسبلينوميجالي وبون مارو ديبريشن وكلام من ده. بس ده الافريكان. والافريكان هيبقى افريقي دايما الراجل اسمر، والامريكان دايما بيبقى ساوث امريكان اللي هو البرازيل والمكسيك والحتت دي. ها ايه تاني؟ تمام شكرا لحضرتك. لا انت حبيبي محمود، اسال كمان. شكرا. طيب استنى ما نشوف الناس صاحيين ولا الناس نايمين. What you save changes. ماشي مش مشكلة. غريبة انت اول مرة يبقى عددك قليل كده، يعني اقل مرة بتبقى 16 ولا حاجة. ما عاد انا عامله قصدي متأخر لاني عارف ان كلكم بتناموا. خلاص انا هاخد الاتندنس بقى، عشان لما حد يقول ما عرفناش نقول اه هم دول اللي حضروا، بس هم دول الشجعان. الشجعان زي هحضر زوم بكرة. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم.